كل اللي احنا بنشوفه ده سعر واحد 40 جنيه ده تيشيرت 40 جنيه برضو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وجوله جديده. جولتنا النهارده من الوكاله. معانا النهارده محل براندز، محل اغلبه استوكات على باله بس حاجات بجد ماتريال عالي. الفيديو النهارده معانا فيه اطفالي وحريمي ورجالي، مقاسات خاصه ومقاسات عاديه. الاسعار بادئه معانا من 30 جنيه. كل حاجه هنشوفها في الفيديو، اسعار وخامات، والعنوان كمان هسيبه لكم في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس. ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا فندم، وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير وسعاده. احنا فين هنا اللي حابب يجي؟ المحل اسمه ايه؟ ده طدة. ايه؟ طدة وبراندز. براندز اه. ده براندز 1 وفي براندز 2. تمام. العنوان ايه اللي حابب يجي برضه؟ العنوان ده 46 شارع بولاق الجديد. شارع بولاق الجديد في وكاله البلح يا جماعه. وكاله البلح يا فندم. تمام. هنا موجود عندكم ايه في المحل؟ عندنا يا فندم هنا حريمي، وعندنا رجالي، وعندنا اطفال. والاسعار بادئه من كام عندكم؟ الاطفال حضرتك يبدا من 50 جنيه وانت طالعه. تمام. من 40 جنيه كمان. استوكات ولا باله؟ في باله بس شغل نمره واحد، يعني درجه الاستوك. تمام، درجه الاستوك. هنبدا الاول بالاطفال كده نشوفها معانا. الاطفال هنا يا فندم اهو زي ما انت شايف اهو كل الاطفال. ورينا بعض الحاجات برضو من الاطفال كده. يعني في زي كده مثلا شورت زي كده ب 40 ده. بصوا فستان زي ده 40 جنيه برضو. فستان كل اللي احنا بنشوفه ده سعر واحد 40 جنيه. ده تيشيرت زي ما انت شايف كله بالورق بتاعه. بصوا حاجات بالتيكت يا جماعه مكتوب عليها 240 كمان هتاخدوه ب 40 جنيه. ب 40 جنيه ده ب 40 جنيه. اه حاجه زي كده. بص حضرتك برضه بصوا فستان بناتي ده 40 جنيه برضو. حاجات كلها بالتيكت بتاعه. بصوا الاستاند عايز اوريهم بس بعض الموديلات برضو. بصوا حبايبي هتلاقوا حاجات كتير هنا كلها. بصوا حاجات زي كده دي 40 جنيه. معلش اتخلينا ده كده بس الاخر يبان معانا. بصوا بلوزه زي كده 40، حاجه زي كده 40 جنيه برضو. انا عماله بوريكم بس بعض الموديلات. بصوا 40 كل ده ب 40 جنيه. اي حاجه هتقابلنا من هنا كل ده 40. لسه الاطفال برضو معانا جوه بس هوريكم بس بعض الموديلات ل 40 كتير، وفي منها مقاسات. كل ده 40 جنيه عشان بس يبقى باين معاكم. بصوا الفستان ده تحفه، ده بيبيع قوي، ده 40 جنيه برضو. ده مواليد بقى خلاص، ده حلو قوي. في معانا ايه تاني؟ بصوا حاجات تحفه قوي، كل ده 40 جنيه. ده ستاند تاني ده ثمنه كام؟ ده برضه سعر يبدا من 50 وانت طالعه. من 50 يعني لو في ايدك دي القطعه دي عامله كام دي؟ لا 50 جنيه مثلا. 50 جنيه. والفستان الجنس ده برضه 50، وده برضه 50. الخمسينات كلها. كل ده 50 جنيه. وده عامل كام الكبير ده؟ ده الفستان الكبير ده 75. 75 جنيه. بصوا عايز اقول لكم هنا حاجات كتير ما شاء الله اللهم بارك، وفي جنسات انا شايفه. بصوا في جنس كمان هنا. ابراهيم جنس او راجل. بص هوريها لكم برضه. ده ثمنه برضه كام؟ 50؟ لا لا البنطلون ب 100. الجنس ده ب 100 بس حاجات بالتيكت بتاعها. بصوا بالتيكت بتاعها يا جماعه، حاجات بالتيكت بتاعها. كل ده سعره كام؟ الجنس سعره كام؟ 75 وب 100. 75 وب 100 على حسب المقاس ولا ايه؟ يعني على حسب القطعه. على حسب القطعه. تمام. بصوا حاجه زي كده حلوه قوي، المموه ده جديد برده. تمام. في بلوزات كتير برده كله بالورق بتاعه ده. كل بصوا كله بالورق. اللي بالبناتي ده عامل كام طيب؟ حاجه زي كده 75. ده 75 جنيه. حاجات بالتيكت يا جماعه، الحاجات دي مستورده. تمام. كل ده باله مستورد. كل ده باله مستورد. تمام. في شايفه بلوزات كمان في نفس الاستاند الاطفال. حضرتك هنا بلوزه برده، وفي اطفال مواليد لو حد عايز مواليد. في مواليد عامل كام المواليد؟ ب 30 جنيه القطعه. اي قطعه من دول 30 جنيه. 30 جنيه. بص الله اكبر. بصوا جيب الببرونه دي، بصوا 15 دولار اصلا. دي عامله كام قلنا؟ 15 جنيه. ده ب 30. 30 جنيه. انا عايزه اوريهم دي بعد اذنك. ورينا دي. ودي الطقم. بصوا ده طقم مستورد، انا شايفه التيكت بتاعه. براندات كلها. بصوا براند يا جماعه مكتوب عليه هنا ان هو 15 دولار. تمام يورو. دي يورو. دي عامله كام؟ ده ب 30. 30 اي قطعه من دول؟ 30 جنيه. 30 جنيه. حاجات بيبيهات. بصوا سلوبيتا بيبي. سلوبيتا بيبي مواليد. من شهور لغايه سنه ونص سنتين. سنه ونص سنتين. كل ده قلنا ب 30. ب 30 جنيه. اي حاجه من هنا 30 جنيه. حاجات بصوا تحفه. 30 جنيه. تمام. في ايه معانا الاطفال ده عامل كام؟ ده برضه اطفال، ده ب 100 جنيه. فستان اطفال اي فستان ب 100 جنيه. طب ورينا بعض الفساتين منه كده. بصوا ده اطفال ب 100 جنيه الفستان ده. تلبيس زي 3 سنين ده. ده برضه دي جيه بهي برضه بتحس وهي. الجيه بس وريجي عامله كام برضه؟ برضه ب 75 وب 100. 75 وب 100. تمام. زي كده فيلا اهي. الفيلا رياضي بقى، تمشي كاش وتمشي فستان. عامله 100 برضه؟ 100. 100 جنيه. تمام.
وشايفه في شريطه اطفال كتير وفي اطفال هنا وبيبات وقمصان. طب الحاجات دي عامله كام القمصان؟ ورينا كده برضو حاجات زي كده مثلا، حاجات للبحر، حاجات للبحر دي رياضي عامله كام دي برضو؟ 75. وجيبه جنس برضو 75. جيبه وحاجه الستاند ده 75 قصدي اللي فوق ده 75 و100 الاثنين 75 و100. بصوا في جيبه كمان سواريه تنفع 75 و100 يا جماعه. بصوا دي دي 75 و100 حلو قوي. دي برضو 75. كل الحاجات دي ماتريال عالي حلو قوي. 75 و100 السكات وبالا يا جماعه، مش كلها جديد عشان بس للامانه نخلص بس الاطفال كده خلاص معانا. تمام هنيجي بقى على الفساتين. القسم ده حريمي فساتين. القسم ده حريمي فساتين. فساتين وعبايات سودا او عبايات سمراء. انا عايزه بس نطلع من كذا حاجه قطعه كده نشوفها معانا. بصوا عبايه زي دي عامله كام دي يا استاذ حكم؟ دي عامله 300. دي عامله 300 ليه بقى؟ مستورد ده ولا ايه؟ ده مستورد. دي اللي هي الخليجي. لازم الخليجي ده مستورد بال زي كده برضه. باله مستورد. باله مستورد. مش خليجي عشان حد يقول ان خليجي او سعودي. لا مش خليجي ولا سعودي، دي باله مستورد. باله مستورد زي الملابس برضه. زي الملابس. دي عامله زي المرحافة يا جماعه بس مقاسها صغير شويه. سعرها تبدا من 300 لغايه 700 جنيه العبايه. من 300 لحد 700 جنيه العبايه. بس حاجات ماتريال عاليه. عايز اقول لكم الخامه تحفه. حلوه جدا بعيدا بقى عن السعر اللي هو عالي، بس هي حاجاتها حلوه جدا. حاجات بقى خامات تعرفي خامات. دي زي كده عامله كام برضو؟ 300. 300 جنيه تمام. بصوا كل عبايه شكلها مختلف عن التاني. دي برضو 300. دي عامله زي الملحفه كده. تمام. ويخش برضو هنا بلوزات طويله اهي. البلوزات بقى طويله ماكس. الحاجات اللي زي كده التونيكات دي عامله كام؟ طب هي مش باينه من الورد بس ب 150. ورينا شكلها عشان مش باينه من الورد. بصوا دي ب 150 تمام. بصوا قميص زي كده شميز كل ده 150؟ 150. طب انا عايزه اطلع لهم كذا قطعه مش باينه على الاستاند. بصوا ثواني مش باين كده يا عم محمد. بصوا حاجات لو عايز تبص. لا ما هم كده ما لحقوش شافوا حاجه من هنا اصلا. بصوا العرض ده عامل كام؟ ب 150 اي موحد. اي واحده من دي ب 150 جنيه 150. سواء جنس او عادي. جنس كل ده سعره 150 جنيه. في حاجات فوق برضه ان في جلابيه برضه. احنا ما لحقناش شفنا البلوزات دي يا عم محمد. في جلابيه قطن عشان في حاجات حرام شكلها تحفه. التيشيرت ده برضه 150؟ لا التيشيرت ده ب 100 جنيه بادي. ده ب 100 جنيه بادي. اي بادي ب 100 جنيه. والنايك برضه 100 جنيه. تمام. وفي تيشيرت اسود تحفه برضه. ده كل ده 100 جنيه. ده 100 جنيه برضه. تمام. حلو قوي. بصوا البراندات كلها بالورق بتاعها. بصوا بالورق بتاعها ب 100 جنيه. تمام. بصوا دي حاجات يا جماعه مستورده، يعني عايزه اقول لكم بصوا اهي دي مكتوب عليها 10 كمان 10 يورو. حلو قوي. في اغلب حاجات من هنا مستورده براندات وفي حاجات باله، يعني لا انا قصدي في باله وفي عادي. بصوا دي برضو كل ده ب 100 جنيه صح؟ تمام. 100 جنيه اي تيشرت من هنا يا جماعه حلو قوي. بصوا ده برضو حلو جدا، ده 100 جنيه برضو. الحاجات دي مستورد مش مصري. في جلاليب قطن هنا برضو بسكوزات. في جلاليب قطن. بصوا ده برضو يعتبر 150. بصوا الجلاليب. بصي قطن بسكوز كله قطن بسكوز. عامله كام دي برضو يا محمد؟ دي ب 75 اي جلابيه. ب 75 اي جلابيه من دول. بصي. بصي حتى عامله ازاي؟ الوان وبصوا خامات قطن يعني. بس كل ده مستورد. بصي يا فندم. بصوا دي حلو قوي. دي ب 150؟ لا دي ب 75. ب 75 قصدي سوري معلش. دي ب 75 اي عبايه من دول؟ 75 جنيه. جلاليب استقبال، نقول مثلا استقبال. استقبال وبيتي، في بيتي وفي استقبال. بصوا دي حلوه قوي، دي عامله زي الدريس كمان. تايجر. تايجر، دي ب 75 جنيه. تمام. كمان بص الجمال. الجمال ده، دي 75 جنيه برضو. حلوه قوي دي. بصي. بصوا كل ده 75. بصي منظر، حته منظر طبيعي. بصوا دي برضو 75. طلع لنا موديلات وفي موديلات كتير قوي اكتر من كده. بصوا دي برضو زي التانية. 75 مفيش حاجه زي الثانيه شكل الثانيه. هو مقاسات كتير برضو يا استاذ محمد. تمام. كل المقاسات موجوده من يبدا من متر او سمول. مساتين زي كده. بصوا حاجات قط زي كده بقى، مصايف وشقه وكل حاجه تحفه. ولو بادي كمان تمشي معاكي دريس خروج خلاص بقى كده. دي 75 برضو. تمام حلوه قوي. شايفه عبايات كتير وراك برضو. دي نفس الاسعار ولا ايه؟ الوراق ده برضو عرفت برضو فكره عن الرجال. في برضو هنا داخلي. في داخلي برضو. داخلي بادي واندر. بادي واندر عامل كام؟ داخلي البادي ب 30 والاندر ب 25. اي اندر ب 25؟ اندرات حلوه كله مستورد. بصوا حاجات زي كده.
واللي بص بالورق. البادي ده بكام قلنا؟ ده ب 30. ده ب 30 جنيه، ده مستورد برضو؟ اه ده مستورد، كله مستورد. كله مستورد يا جماعه. حاجات كتير قوي بالتيكت. بصوا ده تحفه برضو، حلو قوي. ده 25. ده 25. تمام. بصوا حاجات 30 وحاجات 25. البادي ب 30 والاندر. البادي 30 والاندر 25، بس اندر مستورد اصلي يعني مش مستورد. الخامه لا حلو قوي 25. تمام. شغل عن العرايس بتتجهز منه، شغل تجهيز عرايس وحاجات قطن مستورده. حاجات قطن حلو قوي. كل ده فيه كتير جدا، كميات كتير. تمام. في ايه معانا تاني هنا في المكان برضو؟ شايفه قمصان رجالي؟ القمصان الرجالي الناحيه الثانيه، قسم الرجالي. قسم الرجالي الناحيه الثانيه هنشوفه برضو معاك. هنشوفها. بصوا في فساتين قصيره عامله كام برضو دي؟ 75. اي تونيك من دول 75؟ اه التونيك قصير فستان. بصوا 75 بالتيكت بتاعه، يعني عايز اقول لكم حاجات بالتيكت كتير. كل ده 75. بصوا حلو قوي، شوفوا كده، ده 75 برضو. تمام. كل ده سعر موحد للستاند ده كله 75 جنيه. كل ده بصوا اشكال مختلفه قوي يعني، وفي بلورو برضو، انا شايفه بلوروهات يعني. بلورو ده برضو مستورد؟ كله مستورد. امسك لنا ده كده يا ام. بصوا ده بلورو برضو مستورد 75 جنيه، ده صيفي خلاص بقى كده. تمام. هنوريكم برضو الرجالي هنا. رجالي شورت. الشورت عامل كام برضو؟ الشورت عامل 100 جنيه. طب ورينا كذا قطع. اي شورت من دول 100 جنيه؟ شورت برمودا بس دي حاجات بقى مستورده. بحر. حاجات بحر بس تحفه، الخامه حلوه قوي. زي كده مثلا؟ قوي بجد. برضه 100 جنيه. ده سعر ثابت 100 جنيه. بصوا ده برضه 100 جنيه. في جبردين شايفاه قدام برضه. في جبردين. كل ده سعر موحد 100 جنيه. في جبردين زي كده برضه. تنفع خروج خلاص كده، دي بقى كل ده 100 جنيه. جبردين خروج 100 جنيه. بصوا حاجات زي كده. ده 100. تمام. بصوا في قمصان برضه. القميص عامل كام؟ القميص عامل 150. 150 بس ده مستورد برضه، أي حاجة مستوردة هنا. كل حاجة هنا مستوردة. تعالى خد العرض أنت. 150. بصوا العرض أي حاجة من هنا دول 150 جنيه. أي قميص نص أو كم ما بتفرقش ولا إيه؟ الكم بينزل من 150 ل 200 والنص من 100 ل 150. من 100 ل 150 النص، ومن 150 ل 200 الكم. بصوا كمية قمصان رهيبة، كتير جدا جدا يعني، عايزة أقول لكم كتير قوي موجودة هنا. في حاجات كتان. ده عامل كام الكتان؟ ده عامل 250. 250 ليه؟ ده البولو الأصلي؟ ده البولو الأصلي كتان. بصوا ده البولو الأصلي يا جماعة، البولو. تمام. في حاجات سبورت برضو هنشوفها معانا، وفي تيشرتات دي برضو. التيشرتات دي ما شفناهاش. ورينا كذا تيشرت كده منهم. انا خد العرض اريحك، تاخد العرض. العرض ده عامل كام ده؟ العرض ده تيشرت عامل 150 و100. اي تيشرت 150 و100؟ من 100 ل 150. من 100 ل 150. بصوا كل ده مستورد برضو. كل مستورد طبعا. كل ده مستورد. بصوا حبايبي كل ده مستورد. الرياضي ده. والرياضي ده عامل كام برضو؟ تيشرت الرياضي برضو سعره يبدا من 100 ل 200 جنيه برضو. من 100 ل 200. تمام. ده المستورد الاصلي برضو. ده مستورد. يعني التيشرت الاصلي. كله مستورد. تمام حلو قوي. في بناطيل رياضي زي كده. في بناطيل برضو. عامل كام البنطلون؟ طلع لنا بس واحد كده نشوفه. خلي وشه ليه بس يا محمد يبان. البنطلون عامل كام؟ ده عامل 200 جنيه. البنطلون 200 جنيه. بس ده برضو الاصلي. تمام. البنطلون 200 جنيه. اسعاره عاليه قوي يا محمد. لا مش عاليه. 200 جنيه. 300 جنيه و400 جنيه. اللي هو سعره يبدا من 150 ل 200. من 150 ل 200 اي بنطلون رياضي. من ده. تمام. حلو قوي. الحاجات هنا براند عالي بعيده عن السعر كمان، فهو براندات. كله براندات. تمام حلو جدا. الجبردين ده معانا بناطيل جبردين كمان. بصي عامله كام البناطيل؟ طيب ده 150. اي بنطلون؟ اي بنطلون. اي بنطلون جبردين او جنس 150 جنيه. تمام. كل دي الوان. في بعد كده بناطيل، وفي جنس كتير فوق برضه. كل ده 150. لا الجنس عادي 250. الجنس 250 والجبردين 150. الجنس 250 والجبردين 150. بصوا اشكال كتير يعني، وكل ما بيطلع بيطلع شكل مختلف. تمام. تمام. احنا هنا كنا فين برضو اللي حابب يجي تاني؟ هنا في شارع بولاق الجديد.
شارع بولاي الجديد في وكاله البلح يا جماعه. تمام. محل ايه؟ محل براندز. براندز 1 وفي براندز. براندز 1 ده براندز 1. ده براندز. وفي براندز 2. تمام. هسيب لكم برده رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله. في عاملين صفحه. تمام.